اللي حصل عليها المرشح الاول اللي هو السي محمد عنصاف 1554. أريد أن أقول أن هذا المؤتمر الذي عشناه خلال هذه اليومين كان مؤتمرا متميزا كما فعلا كنا نقرر له، لأن أردناه أن يكون مؤتمرا ليس تقليدي كما كان المؤتمرات السابقة. أردناه أن يكون نوعا ما قفزة وقطعة مع يعني الماضي. لماذا؟ لأن نحن نعيش في محيط متطور ورأي ونرى كيف الأحزاب السياسية يجب أن تتعامل اليوم وأن تقارب مشاكل المواطن، مشاكل الشباب على الخصوص الذي ما فتئ جلالة الملك نصره الله يدعو إلى الاهتمام به. فمن هذا المنطلق كانت اللجنة التحضيرية، وهذه مناسبة أشكرها كذلك، أنها حددت معايير ربما قاسية شيئا ما، لأن ثقافة الحركة الشعبية كما تعلمون عدد كبير من المناضلات والمناضلين يريدون أن يكونوا حاضرين في المؤتمر، ولكن أردنا كذلك أن يكون هذا المؤتمر بضوابط، وهذا ما حدث بالفعل. وبالمناسبة كذلك أريد قبل التطرق إلى أشياء أخرى أن أشكر المؤتمرات والمؤتمرين على انضباطهم، على حضورهم، على تحملهم لا أقول الصعاب ولكن لظروف اشتغال المؤتمر. كما ترون يعني الكل كان حاضرا إلى نهاية يعني المؤتمر. هذا مؤتمر يأتي مرة كل 4 سنوات، لكن ما هو مهم وهو كيف نشتغل، ماذا سنفعل في المستقبل. فأصغينا كذلك إلى التدخلات المؤتمرين والمؤتمرات بالأمس، والتقطنا عبارات دروس من عندهم. لا بد من تكثيف التواصل، لا بد من تكثيف العمل الميداني في عين المكان، لا بد كذلك من إلى اهتمام كبير للشباب ولمشاكل الشباب، لأن لا يمكن أن نتفاعل أو أن نكون فاعلين في السياسة إذا لم تكن هناك مشاركة قوية. المجال السياسي هو الوحيد الذي لا يمكن لا أن نستعين بمعاونات دولية ولا بخبراء دوليين. السياسة الوطنية لا يمكن أن يمارسها وأن يتعامل معها ويتفاعل داخلها إلا المواطن المغربي. إذن علينا أن نربط الجسور من جديد مع جميع من هما على الهامش، ونطلب منهم ونحاول أن ينخرطوا في العمل السياسي. أما بطبيعة الحال فيما يتعلق بالتوجهات فهي جاءت في التقرير الأدبي وجاءت كذلك في البيان الختامي، ألا وهو هناك أشياء قارة، هناك مبادئ قارة للحركة الشعبية ستبقى حاضرة، وهي الدفاع عن تنمية العالم القروي، الدفاع عن الهوية المغربية، لا أقول الأمازيغية، الهوية المغربية بجميع مكوناتها وأساسا بطبيعة الحال بالمكون الأمازيغي. وهناك بطبيعة الحال مستجدات كذلك على الساحة السياسية، وهي قضية الهجرة، وهي قضية نسب النمو، وهي قضية البطالة، وهذا كله سنحاول أن نتفاعل معه في إطار مشاركتنا لا في الحكومة ولا في البرلمان. وأتمنى أن نكون عند حسن ظن المواطن المغربي أولا والحركي والحركية ثانيا، وقبل هذا وذاك في مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وشكرا.